السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي، مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. هذا الفيديو إن شاء الله سيكون موجه لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي، كراسة فضاء النشاط العلمي، حصة الأنشطة التطبيقية للوحدة الثالثة، أقوم متعلماتي، أرتب من الأصغر إلى الأكبر بوضع الأرقام 1 2 3 4 5 6. سوف نقوم بالترتيب من الأصغر إلى الأكبر. كما تلاحظون لدينا رضيع، في أسابيعه الأولى لدينا هنا أيضا رضيع، ربما في سن 9 أشهر أو 10 أشهر، هنا طفل في سن 6 سنوات، مراهق، راشد، وعجوز. إذن أول أصغرهم هو الرضيع في أسابيعه الأولى، سنكتب 1، ثم الطفل في سن 9 أو 10 أشهر 2، ثم الطفل في 6 أو 7 سنوات 3، 4، الراشد 5، ثم الشيخ 6. أضع علامة مثلث تحت غذاء الرضيع وعلامة دائرة أو قوس تحت غذاء الطفل. إذن غذاء الرضيع كما تعرفنا في الدرس فقط حليب الأم أو الحليب الصناعي، يكتفي الرضيع بالحليب. إذن سنضع علامة مثلث هنا. أما بالنسبة لغذاء الطفل فهو الخضر المتنوعة، الحساء، الفواكه والعصير، يعني كل هذه أغذية تناسب الطفل. وسوف نضع تحتها علامة قرص. إذا تحدثنا عن الطفل، إذا تحدثنا عن الرضيع، أيضا الرضيع في سن من 6 أشهر فما فوق يستطيع تناول أيضا الحساء. إذن الحساء أيضا من أغذية الرضيع، الحساء من أغذية الرضيع. إذن الحليب والحساء من أغذية الرضيع، والخضر واللحوم والفواكه والعصير من أغذية الطفل. أضع علامة في تحت ما يكسبني صحة جيدة. هل الجلوس في مسافة قريبة من شاشة التلفاز سيكسبني صحة جيدة؟ بالعكس تماما، سوف يضر بصحة عيني، سوف يؤثر على صحة حاسة بصري وعلى عيني. تناول الفواكه المختلفة، نعم سيكسبني صحة جيدة. تناول الحلويات والسكريات، هل سيكسبني صحة جيدة؟ أكيد لا، تناول الحلويات لا يكسبني صحة جيدة. غسل اليدين بالماء والصابون بعد الدخول من المدرسة، إذا كنت في المدرسة أو كنت بالخارج، وعندما أريد أن أتناول الطعام وبعد تناول الطعام علي أن أغسل يدي بالماء والصابون، وهذا أيضا يكسبني صحة جيدة. إذا سأضع علامة هنا. لعب الكرة، نعم لعب الكرة ولعب الرياضة سيكسبني صحة جيدة. تقليم الأظافر، نعم. لماذا؟ لأن تقليم الأظافر مرة واحدة فقط على الأقل خلال الأسبوع، تقليم الأظافر مرة في الأسبوع يحمي صحتي ويكسبني صحة جيدة، لأن مكان تراكم الجراثيم وتكاثرها هو تحت الأظافر. أيضا تحت الأظافر تتراكم الجراثيم وتنمو. إذا هذا سلوك يجعلني في صحة جيدة. ننتقل للصفحة الموالية. أدعم تعلماتي وأنميها. قرأ السؤال، نحاول نوضح.
أنشطة توليفية، وعينوا أوقات أكل الصائم في شهر رمضان بوضع علامات في البطاقة المناسبة. إذا أوقات أكل الصائم في شهر رمضان بوضع علامات في البطاقة المناسبة. أوقات أكل الصائم، إذا وقت غروب الشمس وقبل طلوع الفجر. أوقات أكل الصائم هو في وقت غروب الشمس، عند غروب الشمس وقبل طلوع الفجر. أصل بخط بين قصعة الكسكس ومكوناتها حسب منطقتي، يعني هنا حسب منطقة كل واحد من المتعلم والمتعلمات سوف يقومون بوصل قطعة قصعة الكسكس بالمكونات المناسبة حسب منطقتهم. إذا أنا سوف الجزر، البصل، بداية اللحم، الحمص، زيت الزيتون، كرنب، طماطم، جزر، ملح، يقطين، وسمن، ثم البصل. إذا مكونات قصعة الكسكس حسب منطقتي: لحم، بصل، حمص، زيت زيتون، كرنب، طماطم، جزر، ملح، يقطين، سمن، واللبن. أكيد تقريبا كل مناطق يتناولون اللبن إلى جانب الكسكس. أبحث وأختار لطعامي ما يفيد لصحتي: ملح عادي، ملح مزود باليود. إذا ما يفيد صحتي هو الملح المزود باليود. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. مع السلامة. إن شاء الله الفيديو القادم سنتطرق من خلاله لحصة نهاية الأسدس، يعني تقويم ودعم والتعرف على ما اكتسبناه من الدورة الأولى. مع السلامة.